الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حديث خالد السعيد وناقشة المواضيع والقضايا يوميا وبإمكانكم دائما مشاركة آرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تقيموا المقطع بالضغط على زر الإعجاب عشان يوصل المقطع على كافة المنصة واللي حاب يدعم القناة يفضل الاشتراك فيها مع تفعيل التنبيهات حتى يوصلكم جديدها. احنا ندخل في العديد من المواضيع ونشعب فيها ونجيب أخبارها وفيها المقطع بالذات نتكلم عن آخر أخبار المحركات وما يخص ثقافة السيارات والمركبات محليا في المملكة العربية السعودية وأيضا بنتكلم عن أخبار الشاحنات والمعدات الثقيلة وبننتقل بعدها لأخبار الدراجات النارية ونختم بأخبار شركات السيارات. وكعادتنا لابد نتكلم في البداية عن أبرز الثقافات المهتمة بمجال السيارات والمركبات في المملكة العربية السعودية، وأكيد لا ننسى دور الحملات المرورية في شوارع الوطن واللي استعرضها سعود الشيباني على قناته في منصة اليوتيوب وعرض مرور منطقة دوادمي في تنفيذ الحملات المرورية لمخالفين أنظمة المرور، وتنصدمون أن العديد من الشباب اللي تم إيقافهم كانت عندهم مخالفات تضليل. عاد اللي حاب يتابع مقاطع الحملات المرورية فتركت لكم المقطع في قناة الوصف اللي حاب يطلع عليه. ودام أننا جبنا طاري الحملات المرورية فأكيد أنتم تعرفون أنها ضغطت على العديد من ثقافات السيارات المهتمة بالآداء وخاصة تفحيط. فثقافة الهجولة أحد الثقافات الخطرة في المملكة العربية السعودية، وعادة اللي من خاطين فيها ثقافة يهتمون بمجال التفحيط واستعراض الأداء في الشوارع وخاصة الشوارع اللي يكون فيها تحرك مروري. فتعودنا في الآونة الأخيرة أن أكثر قنوات الهجولة صارت تنزل مقاطع قديمة من الأرشيف وتعيد نشرها، لكن أظهرنا صاحب قناة كبسل في منصة اليوتيوب واستعرض مجموعة من أداء تفحيط ومتنوع واللي حاب يطلع عليه تركته لكم في خانة الوصف. لكن في ثقافة ثانية أيضا من ثقافات التفحيط اللي أصبحت شبه قانونية الآن وهي ثقافة التفحيط الشعبي. ثقافة التفحيط الشعبي تختلف عن ثقافة الهجولة وتعتبر أقدم منها. فقناة المصور روندل عرض مجموعة من مقاطع التفحيط الشعبي وأبرزها مقطع أداء العزمي اللي استعرض أداء تفحيط في حلبة هيراب في المملكة العربية السعودية. فجيد أننا نشوف حلبات تم تقنينها لاستعراض أداء تفحيط، واللي حاب يطلع عليها تركت لكم إياها في خانة الوصف. لكن في ثقافة أخرى ما لها علاقة بالتفحيط لكن لها بأداء السيارات وخصوصا استعراض قوتها، فقناة قوة للدفع الرباعي دائما يبهرنا باستعراض أداء تطعيس، واللي حاب يطلع على مقطع تركت لكم إياه في خانة الوصف. فهو صراحة أحد القنوات اللي تستحق دعم لأنه ينزل شبه يومي في منصة اليوتيوب. لكن إذا رحنا للمستوى النخبوي فلا شك أن المهتمين بصيانة السيارات أو ما يسمونها الميكانيكا، فاستعرض المهندس عبد الله عسيري طريقة تركيب مبرد ومراوح إضافية لأحدى سيارات جي إم سي أو ما يسمونها جومس واللي هي جي إم سي سافانا. لكن بما أننا انتهينا من الأخبار المحلية خلنا ننتقل الآن لأخبار الشاحنات والمعدات الثقيلة ونبدأ بشركة كوبوتا اللي بدأت الآن تستعرض آخر معدات الزراعة الجديدة اللي تبي تعرض في السوق نهاية هذا العام. ومعروفة شركة كوبوتا عند الأشخاص المهتمين بالإنتاج الزراعي، فمعداتها موجودة في الكثير من المزارع. أما إذا انتقلنا للخبر اللي بعده فإن شركة جي سي بي قامت الآن بتطوير معداتها الثقيلة الخاصة في الحفر وأضافت لها خصائص جديدة ومتعددة بتساعد في عمليات الحفر بشكل أسرع وأسهل. أما إذا انتقلنا للخبر اللي بعده فإن شركة سوزو بدأت تتراجع أسهمها بنسبة وصلت إلى 2% بسبب الطلب على كمية الشاحنات وحتى المعدات الثقيلة خصوصا في الفترة الماضية. وسبق أيضا أننا تكلمنا عن تأثر العديد من الشركات السنة الماضية وتراجع أرباحها. أما عن شركة هيجو فعرضت شاحنة أو فان وسموه هيجو باكسر 4x4، وهالنموذج كان زي ما قلنا لشاحنة أو فان مخصص للرحلات، وخصوصا أنكم لاحظتوا وخاصة الناس اللي مهتمين بثقافة السيارات وخصوصا الشاحنات أن بدت العديد من العوائل في البلاد الغربية بشراء هذا النوع من الشاحنات حتى أنها تذهب للرحلات طويلة، وبعضهم حتى خصص هالشاحنات بأنه يسكن فيها. وخصوصا تعرفون أن مشكلة السكن ليست فقط موجودة في الوطن بل على أغلب دول العالم. لكن خلنا ننتقل للخبر اللي بعده، فإن شركة ميتسوبيشي قامت الآن بتحسين شاحناتها حتى أنها تنافس باقي الشركات في الشهور المقبلة، خصوصا اللي بتابع شركات المعدات الثقيلة فأنها بدأت الآن تضيف خصائص متميزة في المركبات اللي تصنعها حتى أنها تكون ذات رغبة عند المستهلك في حين شرائها. لكن خلنا الآن نخلص من الأخبار اللي تخص الشاحنات وننتقل لأخبار الدراجات النارية، ونبدأ بشركة كاوازاكي اللي لا تزال حتى الآن تدرس نماذج جديدة لقيادة دراجاتها على طريق. احنا قد استعرضنا في مقاطع سابقة بعض النماذج اللي استعرضتها شركة كاوازاكي، لكن لاحظنا في الآونة الأخيرة تغييرات شاسعة في النماذج القادمة لقيادة أي دراجة بتصنعها شركة كاوازاكي. أما إذا انتقلنا لشركة ياماها أو على قولة بعض الناس ياماها، فالآن قامت تحط عروض المجموعة من الدراجات النارية واللي وعدت الشركة بأنها تعطي هدية لكل مستهلك يشتري دراجاتهم، والهدية عبارة عن صندوق معدات لصيانة الدراجات. لكن ما ندري هل هذا بيكون على كافة الوكالات والشركات اللي حاملة اسم ياماها ولا أن الشركة تبي تخصصها لدول معينة. لكن الصراحة العرض جميل، ولو أننا ما ندري هل أغلبية المستهلكين حريصين على صيانة مركباتهم بأنفسهم، فتوقع الغالبية ما هم متفرغ لها. لكن خلنا نروح الخبر اللي بعده، فيذكر أن شركة هارلي ديفيدسون بدأت تتراجع أسهمها، وذكرت الشركة أنها ناوية الفترة القادمة أنها تركز على نماذج لدراجات نارية تختلف تماما عن اللي تنتجها هارلي ديفيدسون سابقا. لأن صراحة أبهرونا بعرض الدراجة الكهربائية اللي طورتها شركة هارلي ديفيدسون في الآونة الأخيرة، ويذكر أن كان عليها طلب مسبق بأعداد هائلة. أما إذا انتقلنا للخبر اللي بعده، فإن شركة هيملر اللي ماسكة مرسيدس بنز قررت أنها تبيع مجموعة من دراجات السكوتر الكهربائية خلال عام 2020. وصراحة ليتهم يركزون على هالنوع من الدراجات الكهربائية، أصرف من سياراتهم اللي غالية
غالية على غير سنة. لكن خلانا ننتقل للخبر اللي بعده، فيذكر أن شركة هوندا قامت تستعرض مجموعة من دراجات هوندا أفريكا توين اللي بتنزل في عام 2020، وعرضت شركة هوندا نموذجين لهالدراجة. لكن خلانا ننتقل الآن بالأخبار شركات السيارات وننتهي من أخبار الدراجات النارية. لكن قبل ما ندخل بأخبار السيارات، خلونا نعطيكم كالعادة نبذة بسيطة عن حقيقة ساحة السيارات وشركاتها اللي جالسة تسيطر على السوق لها عقود عديدة. فللمعلومية، شركات السيارات اللي تسيطر على ساحة السيارات وتصنيع المركبات ما تتعدى 14 شركة، وهال 14 شركة ماسكة مجموعة كبيرة أيضا من الشركات الأخرى اللي تصنع السيارات. ودائما إحنا إذا استعرضنا حقيقة شركات السيارات، نوصي المتلقي إنه يحاول ما يدعم هالشركات بقدر المستطاع، لأنها كل سنة تنتج سيارات جديدة بهدف أنها تحفز المستهلك لشراء السيارات. ومع الأسف الشديد ما نلاحظ أن أسعار السيارة ترخص، بل كل سنة نلقاها أغلى من السنة اللي قبلها. هذا غير بعد ما حسبنا تكاليف التأمين وقطع الغيار. لذلك اللي بيشتري سيارة لابد أنه يتوجه ويشتري السيارات المستعملة، حتى وإن كانت مستعملة جديدة، يعني ما مشت مسافات طويلة، فهي أضمن من أن الواحد يشتري سيارة جديدة ويدعم شركات السيارات الجشعة اللي ما هي بجالسة تعطي المستهلك ما يستحقه وما يريده. لكن خلنا نبدأ بأخبار شركات السيارات. وأولها شركة كيا التابعة لشركة هوندي، أو زي ما يسمونها الناس هونداي. فإن شركة كيا كانت تجرب في الآونة الأخيرة إحدى سياراتها اللي هي كيا سورنتو، اللي تم رصد صور لتجربة هالسيارة اللي يذكر أنها تبي تطلق في عام 2020. أما عن شركة هوندي فإنها أكدت أنها جالسة تطور وتحسن نموذج سيارة هوندي سانتا كروز اللي بينزل في عام 2020. وعدت شركة هوندي أنها بيكون سيارة حوض أو ما يسمونها بيك أب حقيقية، أي أنها بتكون منافسة الباقي سيارات الحوض والبيك أب. وهذا شيء صراحة جيد أننا نشوف شركة هوندي تدخل بهالنوع من السيارات، ولعلها إن شاء الله بعد نشوفها في الشرق الأوسط. لكن إذا انتقلنا الخبر اللي بعده، فشركة لكسس تابعة لشركة تويوتا عرضت أول إعلان عن يخت. يذكر أن شركة لكسس حطت فيه أنواع الخصائص للأشخاص المهتمين بالأناقة، وتذكر بعض المقالات أن هاليخت بيوصل سعره فوق 3 مليون دولار. والصراحة ما تستاهل الواحد يحط 3 مليون في قارب، لكن تعرفون فيه عينة من الناس يحبون المركبات الفاخرة، وهذه ثقافة معروفة خاصة عند محبين السيارات. لكن خلينا ننتقل للخبر اللي بعده. فعرضت شركة تويوتا مبيعات سيارة لاند كروزر في الولايات المتحدة الأمريكية اللي وصلت في الآونة الأخيرة فقط وخلال السنة الماضية الأكثر من 10 مليون سيارة، وهذا صراحة رقم ضخم جدا وخصوصا في دولة واحدة. فلا شك أن سيارة تويوتا لاند كروزر تعتبر من السيارات الأفضل أداء والأكثر رغبة وخصوصا عندنا في الشرق الأوسط. ولو أن شركة تويوتا ما تعبت واجد على تحسين سيارة تويوتا لاند كروزر، إلا أنها لا تزال سيارة قوية في أدائها. لكن إذا رحنا الخبر اللي بعده، فأظهرتنا شركة نيسان بنموذج وشكل جديد لسيارة نيسان باترول. والصراحة شركة نيسان كأنها مائلة إلى أنها تبي تخلي سيارة نيسان باترول أكثر جاذبية، ولو أننا أيضا بعد مطلعين لمعرفة أدائها بعد ما تنزل في السوق، لأن تعرفون حتى المنافسة لا تزال إلى الآن موجودة بين شركة تويوتا وأيضا شركة نيسان، وخاصة عند الأشخاص اللي يحبون سياراتهم. ولا شك أيضا أننا نبي نشوف مقارنات في الأداء وغيره عند القنوات العربية وخاصة في منصة اليوتيوب. لكن خلينا ننتقل للخبر اللي بعده. فأعطت شركة فولفو التابعة لشركة جيلي وعد هالسنة أنها تبي تعلن عن سيارة فولفو XC40 الكهربائية، أنها تبي تكون متاحة في السوق. أما عن شركة جيلي فعرضت نموذج لسيارة جيلي آيكون الكهربائية اللي تبي تنزل في السنوات القادمة، ولو أن شركة جيلي للآن ما حددت متى بتنزل هالسيارة. أما عن شركة لاند روفر التابعة لشركة تاتا، فإنها الآن تقوم تطوير خاصيات على سيارة لاند روفر ديفندر 2020 القادمة، اللي بيكون لها أداء قوي وخصوصا في عبور الطرقات الوعرة. والصراحة جيد أيضا أننا نشوف شركة لاند روفر تبي ترجع بعرض أداء سياراتها، لكن عساها بس تخفف من تكاليف سياراتها. أما إذا تكلم الخبر اللي بعده، فإن شركة جاكور تعمل الآن على بناء سيارة سموها جاكور آي بيس، وبتكون كهربائية. ووعدت شركة جاكور أنها بتكون أكثر السيارات سعة للبطارية مقارنة بالسيارات الكهربائية الأخرى. أما عن شركة تاتا فوضحت أنها تبي تبدأ عرض بيع سياراتها الكهربائية خلال عام 2020 بشكل أكبر. أما إذا تكلم الخبر اللي بعده، فإن شركة رينو تعاونت مع شركة إلكترون الإسرائيلية حتى أنها تزودهم بسيارات لاختبار سياراتها الكهربائية من خلال شحن بطاريات السيارات الكهربائية اللاسلكية عن طريق تزويد شوارع المدينة بالعديد من البطاريات اللي بتكون خاصية الشحن على مسار طريق، أي بيكون الشارع تحته أجهزة تشحن البطاريات اللاسلكية. لكن خلونا ننتقل للخبر اللي بعده، فإن شركة BMW أعلنت عن سيارة كهربائية ذاتية القيادة، واللي قامت شركة BMW وعرضت إعلان الصراحة وصخ. فعلشان يعني تبي تجذب المتلقي أن السيارة ذاتية القيادة اللي يعني سوق من نفسها، أن بإمكان أي شخص راكب يسوي العديد من المهام، فقاموا جابوا كم واحد يسوي كم شغلة، اللي جالس والله يكتب واللي جالس يتفرج على الشاشة. لكن المصيبة جابوا لقطة الاثنين في السيارة يجامعون بعض، وقاموا العالم شبوا عليهم، قالوا وش ذا الإعلان الإباحي اللي قامت BMW تعرضه في الشاشات. عاد ما صدقت خبر BMW حتى حذفت المقطع اللي كان موجود في اليوتيوب وأزالت المشهد وعادت عرض الإعلان من جديد بدون ذيك اللقطة. فمعروفة شركة BMW تجيب العيد حتى في سياراتها، لكن ما توقعنا أنها تجيب حتى العيد في الإعلانات حقتها. لكن خلينا ننتقل للخبر اللي بعده. فالآن شركة أودي التابعة لشركة فولكس واجن قامت الآن تختبر وتدرس السيارات
ذاتية القيادة واهتمام الناس فيها. والصدمة أنها جابت إحصائيات للعديد من الناس اللي ما كانوا راغبين ولا عندهم أقل وأدنى الحماس أنهم يركبون السيارات ذاتية القيادة. وذكرت شركة أودي أن الناس يبغى لهم سنوات حتى يتقبلون السيارات ذاتية القيادة بعد ما يجربونها بكثرة في المستقبل. لكن خلونا ننتقل للخبر اللي بعده. فانكشفت شركة فولكس واجن عن فضيحة جديدة من فضايحها الخاصة بمحركات السيارات وخصوصا سيارات الديزل اللي كانت وسبق جبناها في مقاطع سابقة. سيارات فولكس واجن اللي من الديزل تطلق انبعاثات سامة وقامت العديد من الحكومات برفع القضايا عليهم ولا تزال هالشركة تخسر وتعوض. أيضا إذا انتقلنا للخبر اللي بعده فإن قضاء الاتحاد الأوروبي أمر شركة فيات كرايزلر بدفع ضرائب وتوصل فوق 33 مليون دولار. بتعرفون الشركات الآن جالسة تواجه ضغوطات مو بس من العملاء بل حتى من الحكومات. لكن إذا انتقلنا للخبر اللي بعده فإن شركة جيب تابعة لشركة فيات كرايزلر قامت الآن باختبار سيارة جيب جلاديتر الجديد واللي تذكر بعض المقالات أنهم قاموا يزودون سيارة جيب جلاديتر بمحرك ذو 8 اسطوانات أو اللي يسمونه 8 سلندر. والصراحة أيضا شيء جميل أننا نشوف شركة جيب داخلة بنماذجها وسياراتها الجديدة بقوة في السوق. لكن خلونا ننتقل للخبر اللي بعده فإن شركة شيفروليه تابعة لشركة جنرال موتورز أظهرت بعض التلميحات اللي قاموا بعض الناس يتوقعون إن شكل سيارة شيفروليه كامارو الجديدة بتتغير وبتأخذ من الطرازات القديمة. لكن إذا تقلنا الخبر اللي بعده فشركة جنرال موتورز الآن بتضيف خاصية أمازون أليكسا في العديد من سياراتها والشركات التابعة لها مثل شركة كاديلاك وأيضا شركة جي إم سي أو جومز وحتى شركة بيوك وأيضا لا ننسى شركة شيفروليه. أما إذا تقلنا للخبر اللي بعده فشركة فورد تقوم الآن باختبار سيارة جديدة التقطتها بعض كاميرات المصورين اللي قالوا أنها سيارة فورد برونكو لكن شكلها أصغر شوي. وأيضا شركة فورد لا شك أنها تبدع في هالنموذج اللي صنعته خصوصا إن كان سعره منافس في السوق. لكن أتمنى تشاركوني أراكم في التعليقات ولا تنسوني دائما بالضغط على زر الإعجاب وتقييم المقطع وادعم القناة بواسطة الاشتراك فيها مع تفعيل التنبيهات حتى يوصلكم جديدنا. وأيضا تابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي وبتحصلونها في قناة الوصف حتى نتمكن دائما برفع وعي الفرد والمجتمع على كافة المجالات.